السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا الرمضانية اللي وعدناكم فيها كل يوم زي الساعة 10، والآن بدينا في بعض البرامج حنبثها الساعة 6 عشان نكون بتواصل معكم من خلال كنار تي في. الحلقة اليوم حلقة مهمة جدا صراحة، طلبوها ناس كتير، بتحكي عن الوصية في الغربة، في بلاد الغربة وخاصة في كندا. وعشان هيك اليوم معنا باستضافتنا الأخ والصديق المحامي الأستاذ أسامة غاوي، هو مستشار قانوني ومجاز من المحاكم في منطقة أنتاريو، ويعمل الآن في مكتب محاماة في مدينة أوتوا. له من الخبرة أكثر ما يزيد عن 18 عام، عمل في الأردن محاميا ثم مستشارا في دولة قطر، ثم قدم إلى كندا، حصل على شهادتي ماجستير، إحداهما من جامعة يورك الكندية والأخرى من معهد الدبلوماسي الأردني. فأهلا وسهلا وشكرا على إعطائنا هذا الوقت الثمين أستاذ أسامة. أهلا فيك، أهلا دكتور، كيف صحتك؟ الحمد لله. طبعا الأسئلة تتكرر، وزي ما حكينا إحنا هذا الموضوع هو موضوع مهم جدا. لم نحضر هذا الموضوع بسبب الوضع الحالي، لكن هذا الشيء نريد أن نتكلم عنه منذ زمن. ويمكن أنا تواصلت مع الأستاذ أسامة قبل حوالي 8 أشهر يمكن، صحيح. ولكن لم تشأ الظروف ولم تأتي الرياح بما تشتهي السفن. فاليوم إن شاء الله سنتكلم عن هذا. برحب بأسئلتكم، الرجاء أنها تكون مكتوبة اليوم، مش حنقدر نأخذ أي اتصالات لضيق الوقت، حنحاول نحصرها ب 45 دقيقة ماكسيموم 50 دقيقة. فحابين نستفيد إن شاء الله. في البداية، ما هي الوصية أستاذ أسامة؟ سيدي أهلا وسهلا بالجميع مرة ثانية، وقبل ما أبدأ بالوصية لو تسمح لي بس أعطي معلومات عن سيرفي عملته انستيتيوشن هون في كندا اسمه ريد انستيتيوشن، أوكي، أنجوس ريد انستيتيوشن، عملت سيرفي على عدد اللي عندهم وصية في كندا، ونتيجة السيرفي ما بعرف إذا تقدر تحط لنا إياها على السلايد شو، فرجت إنه 51% من الكنديان ادلتس هم ما عندهم وصيه، وهذا رقم جدا جدا كبير يعني، وجدا يعني لرجال القانون يعتبر يعني شيء مستغرب انه الناس ما عندها وصيه. طبعا في 15% منهم عندهم وصيه بس مش عاملين لها ابديت، يعني عاملينها زمان وناسينها مش عاملين تحديث لها، و35% ابدا ما عندهم وصيه، اوكي، او عندهم اب تو ديت وصيه، 51 ما عندهم بالمية وصيه. هلا لما حاولوا يشوفوا شو الاسباب انه ما يكون في يعني الواحد ما عنده وصيه، بين انه الاغلب يعني في سببين رئيسيين، اللي هو يا انه الشخص، يا ريت نشوف السلايد الثاني دكتور، شو اوكي، ببين انه يا انه الشخص يعني هو ما زال حديث السن، يعني لسه يعني 18 صار أضل حديثا، او انه لساته بعده شاب وما فكر فيها، او ناس بقول لك انه انا ما عندي يعني ما عندي اسيتس كفايه اخاف عليها وما عندي اولاد لانه لا اهتم فيها. هذول هم تقريبا سببين رئيسيين اللي بتخلي يعني خلت نسبه اللي عندهم وصيه مش مرتفع. طبعا هل هذا الحكي صحيح؟ هل هذا الحكي مو صحيح انه انا لانه صغير بالعمر ما بحتاج وصيه او ما عندي أموال ما بحتاج وصية؟ نسبيا في وجهة نظر، بس كمان ما حد بيقدر يحكي إنه هذا سبب بيخلي إنه الشخص إنه ما يعمل وصية. طبعا يعني حتى نكون واضحين، القانون ما بيلزم الشخص إنه يعمل وصية، بس الفوائد تبعت الوصية كتير أحسن، أو كتير يعني كتير مفيدة لأي شخص، يعني اللي عنده وصية كتير أحسن وضعه من اللي ما عنده وصية. طبعا طولة العمر للجميع، الواحد يعني ما مش لازم يفكر إنه إذا عنده وصية إنهم بيفول على حاله، بس يعني في رح يجي وقت إنه بكون كل ما واحد كبر بالعمر كل ما كان إنه
لزوم أن يكون عنده وصية أحسن، فمش غلط أنه الواحد يعملها على البكير، هيك هيك ما هو راح يحتاج يعملها بالمستقبل. إذا بده ينظم، خلينا إحنا نسميه استيت بلانينج، أنه ينظم التركة تبعته وطريقة توزيع التركة تبعته في المستقبل، أوكي، بالمستقبل البعيد يعني بعد عمر طويل وبعد حياته. وشغلة تانية كمان للنيو كابلز، النيو ماريد اللي جايهم أولاد وخايفين أولادهم إنه ما يكون في عندهم مثلا قيم أو وصي، فبتكون الوصية يعني really good document أو مستند جدا مهم، لأنك أنت تقدر تسمي أو تنومينيت مين الشخص اللي بترغب إنه يكون هو وصي أو قيم على الأولاد القصر. فهاي كمقدمة بالنسبة للإحصائيات اللي تمت، أحدث إحصائيات موجودة أونلاين، أي واحد بيقدر يلاقي هذا الريبورت، أوكي، وأي واحد بيقدر إنه يشوفه ويقرأ بيه بتفصيل أكثر من اللي حكيته. طبعا الوصية، سألتني عنها إيش هي الوصية، الوصية يعني باختصار هي legal document، هي وثيقة الشخص ببين فيها إيش رغبته، أو مش الوش، it's not يعني to show his will، مش فقط الرغبة، مش هي التمنيات فقط، هو إيش بده يعمل في التركة تبعته في حال لا سمح الله صار حالة وفاة. وهي الليجل دوكيمنت طبعا يعني بتكون شاملة أمور كثيرة، بتوفر عملية البحث والتقصي في حال إنه الشخص لا سمح الله صار له إشي وما عنده وصية. طبعا الوصية ما بتحتاج إنه تعملها عند كاتب عدل، ما بتحتاج إنك توثقها، ويعني وإذا بدك الصحيح قانونا ما بتحتاج تعملها عند محامي، ولكن الناس بتروح عند محامي أو كاتب عدل في 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 مقاطعات أخرى، شايف، حتى تعطيها credibility، حتى تعطي وزن لهذا لهي الوثيقة المكتوبة، بحيث إنه لما الواحد يعني لما يكون في لها دور أو يتم يعني الوقت اللي بيصير في حاجة لإلها، بيكون إذا معمول عند محامي فرضا أو عند كاتب عدل، بيكون لها credibility أكثر عند المحكمة، فالمحكمة ما بتحتاج تبحث بمدى صحة الوثيقة المكتوبة، أو هل كتبت تحت ضغط أو تحت احتيال أو تحت أو بطريقة غير قانونية، إنه تم إجبار الشخص على إنه يكتبها. فبالتالي هي وثيقة بتم تحريرها من التستيتر، إحنا بنسميه صاحب الوصية، لازم يكون في عليها شاهدين إذا كانت مكتوبة مطبوعة طباعة، وتوقيع لازم يكون بحضور الشاهدين معا، مش إنه كل شاهد بشكل منفرد. وبعدين بيتم طبعا ما بيتم توثيقها، الأغلب يعني معظم مكاتب المحاماة بتعمل إحنا بنسميه أفيديفيد أو تصريح مشفوع باليمين، بيوقع عليه الشهود، والشهود بعطوا هذا التصريح المشفوع باليمين إنه فعلا الشخص أجا وكتب الوصية وتم توقيعها بحضورنا. أوكي، فهذا هو الإجراء القانوني لأنك يكون عندك أنت وصية منظمة بشكل صحيح، valid document أو valid will. أوكي، هلا في بحالات الأرجنسي في ناس كتير بتسأل إنه هل بصير أنا أكتب الوصية؟ طبعا هاي في حالات الضرورة، في إشي اسمه holograph will، اللي هي إنه الشخص ممكن يكتب الوصية بخط إيده ويوقعها، وهون ما بتحتاج لشهود، وهاي فقط بتكون بحالات يعني إذا الحالات إذا مكتوب بخط اليد ما بدها شهود، إذا مطبوع على الكمبيوتر وبرينتد بدها شهود. صحيح، okay, تماما. بس طبعا طبعا إذا انكتبت بخط اليد، كمان نرجع نحكي إنه المحكمة بالعادة بدها تتأكد من إنه الشخص كتبها بإرادته، لا إنه تم كان في ضغط عليه، أو ما كتبها تحت تهديد، أو ما كان كتبه تحت مخدر، أو هو يعني بوضع مش كامل الأهلية. فبالتالي يعني الهولوغراف ويل فقط تستعمل، او يعني الواحد ما في يعني تكتب بخط اللي يتوقع من غير شهود لما ما يكون في خيار اخر. نعم، واضح. طيب انت ركزت على شغله في البدايه انه ممكن انك تسويها وتضبها بدون ما تستشير محامي، ممكن، والكريديبيليتي بتكون اعلى لما يكون محامي عاملها. شوف، لما المحامي عفوا
السؤال تبعي الآن، نص هذه يعني احنا بنشوف نصوص كثير موجودة، هل في نص قانوني لهذه الوصية أم ممكن تكتب أي شيء أنت بدك إياه؟ شوف يعني زي ما حكينا، نص قانوني يعني هي عبارة، يعني الوثيقة تقريبا كل مكتب عنده عامل ستاندرد فورم أو صيغة معينة مدروسة ومراجعة لتتوافق مع النقاط القانونية اللي يجب مراعاتها عند إعداد الوصية. هلا أنت إذا كتبتها وضبيتها وبعد 15 سنة تبين إنه الصياغة مش واضحة أو طريقة تنظيم الوصية مش معمولة وفقا لا لا يعني لشروط قانونية معينة. أنا ما بحكي لا طبعا على التوقيع وعلى أمور تانية، بحكي على شغلات كيف عملية نقل الملكية بناء على الوصية. شايف كيف؟ في شروط مثل الأدمشن رول، الريدمشن رولز، اللابس، أنتي لابس، هذول ممكن إذا صار معنا وقت ممكن نحكي شوي عليهم على أساس إنه نوضحها. فإذا ما انعملت يعني وما تم مراعاة هاي النقاط فيها، ممكن وصيتك كلها تخرب، أو ممكن عدم وضوح الصياغة توقف المحكمة في 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 موضع إنه مش عارف تفسر الوصية، وبالتالي ما تطبقها، تعتبر يعني خلص يعني، أو إنه تفتي فيها من يعني حسب حسب فهم قدر. حس هذا، بس بضل في داوت يعني، بضل في شك في الصيغة. يعني لما احنا نكون عاملين صيغه مراجعه قانونيه بنكون احنا ماخذين احتياطاتنا، لما نكتب الصياغات نكون كاتبينها بطريقه انه تتفادى اي اشكاليات قانونيه قد تظهر في تفسير الوصيه. فهذه فادي الميزه اللي اذا بنحكي انه احنا نعملها عن طريق مكتب محاماه او كاتب عدل. بس يعني اللي هي أعطي الخباز لخبزه زي ما بيحكوا. 100% 100%، بس يعني هي فكرة إنه أنا يعني واحد إذا أجا حدا، أي شخص أجا حكى لطرف إنه لا، إذا ما عملت عند محامي تعتبر الوثيقة invalid لأنه ما عملت عند محامي، هذا حكي مش صحيح. شايفين؟ بس طبعا المبدأ اللي أنت حكيته إنه بدك تكتب وصية لازم تكون واضحة ومعمولة بشكل إنه ممكن قابل للتنفيذ يعني. إذا مكتب المحاماة هون بيساعدك في إيجاد النص الصحيح صحيح ويعطيها more credibility صحيح ويعطيها أمان إن تنفذ الوصية حسب ما بدك، مش يصير في لها تفسيرات أخرى. صحيح صحيح. يعني وكمان ما احنا يعني احنا واجب علينا يعني فعليا، لما احنا يجي عندنا شخص بده يكتب وصية، اول شيء من نطلع عليه هل الشخص مؤهل انه يكتب وصيته ولا لا. وهذا الحكي يعني اللي الناس تحكي انك اكتب الوصية على البكير، شايف كيف، على اساس انه انت تكون يعني الواحد يكون بصحته، يكون في يعني ما عليه تاثيرات، يعني ما يكون متاثر من دواء هم بوخده، ولا من ضغط عائلي، ولا من ضغط ابناء، ولا من ضغط اقارب بشكل عام. عرفت كيف؟ فانت لما تكتبها بتكتبها بالطريقه اللي بكامل حريتك في الوضع الانسب لإلك لتعمل فيه ديسيجنز او تعمل فيه قرارات في هاي الامور اللي هي تتعلق فيه في التركه. اوكي، اللي بتقصد الحالة العقلية أنت، صح؟ الحالة العقلية للشخص. مش بس الحاله العقليه، كمان ضغوطات. يعني انت أوكي. بتستغرب، ممكن الناس ما ممكن تستغرب انه في ناس بنضغط عليهم يكتبوا وصيتهم. فاحنا كمكتب محاماه دائما بنعمل زي ما تقول، طبعا احنا مش مطلوب منا نعمل تحقيق، لا احنا جهه قضائيه ولا جهه امنيه، ولكن انت مطلوب منك كمحامي انك لما تقعد مع الشخص بتسأله كم من سؤال تقدر تعرف منها انه هل هو عم بيعمل وصيه لانه هو بده يعمل وصيه، ولا لانه حدا ضغط عليه من الوصيه. وحتى لما انت تعطيه الاوبشنات وتعطيه القرارات، ببين على الشخص اذا هو يعني عم بعطي القرار من ملء ارادته، ولا انه فقط لا يرضي حدا ثاني. وهي بنواجهها وبنشوفها خاصه مع كبار السن. يعني مع كبار السن فعليا بنشوفهم انه يا انه مش عارف ياخذ ديسيجن، يا انه خايف يحكي يعطي شغله يزعل الثاني، او يعطيها بطريقه انه بده يرضي جميع الاطراف، وهو زي ما تقول في عليه ضغوطات من كل النواحي. فاحنا دائما نتاكد انه هو اول شيء عقليا قادر انه يعمل ديسيجنز، وجزء ثاني انه هو ما عليه ضغوطات من اي جهه. طبعا التيست اللي احنا بنعمله بنسميه هو ليجل تيست، يعني احنا ما بنطلب اسسمنت من دكتور، ولا نطلب انه يجيب لنا اثباتات انه هو ما عليه ضغط من أي جهة.
يعني هي عبارة عن الانترفيو اللي انت بتعمله بتقدر تتأكد، واذا صار عندك شك ساعتها انت بتاخذها لاذر ليفل، يعني انه بتشوف انه مثلا الواحد مش كامل القوى العقلية، بتقول لا بدنا اسسمنت. في طبعا فرق احنا بين نعم تعودنا في الافلام المصريه لما واحد لا سمح الله يتوفى بيجي المحامي بيقول هاي الوصيه انا كان حاطط عندي، هل مكاتب المحاماه هون بتخلي نسخه من الوصيه بتطلعها عند وفاته ولا مش شرط؟ سؤال جدا جيد. الـ الاغلب النورمال كيس سيناريو او الاوردينري كيس انه الوصيه الاصليه بتضل عند مكتب المحامي. يعني احنا 90% من اللي بكتب الوصيه عندنا بنخلي الوصيه الاصليه بالسيفتي بوكس عندنا او في خزانه خاصه لها لوك محطوط فيها كل الوصيه، معطيه بكون لها سيريال نمبر محطوط لها، واحنا بنبعث للكلاينت سكان كوبي منها مع ريبورت من المحامي بأكد انه الوصيه مودة عندنا تحت الرقم، رقم الوصيه طبعا تحت كذا كذا السيريال نمبر كذا وكذا ماشي، وطبعا الريبورت او الليتر بيكون محطوط فيها اسم المحامي وعنوانه وكل شيء، بحيث انه منفذ الوصيه بيقدر يجي يستلم الوصيه الاصليه في حال كان لها لزوم. اوكي. وطبعا الوصيه الاصليه او يعني الشخص اللي بكتب وصيته يفضل اتس هايلي ريكومندد طبعا انه ما يخبر حدا في مضمون الوصيه، لانه ممكن مع الوقت يضطر انه بده يغيرها حتى ما يصير في شكوك. يعني يجي واحد يقول لك انا سمعت الفلان الفلاني حكى انه هيك بده يعمل في التركه، بعدين بعد سنتين ثلاثه يغير، ايوه واحد ثاني يسمع يقول لا والله حكى لي بدنا نعملها بهالطريقه، فممكن يصير في مشاكل فيها. فدائما يعني محبذ وكثير شغله مهمه انك انت لما تكتب الوصيه ما تعطي مضمونها لاي حدا، مش يعني مش ما مش الشغله شغله التخوين، شغله انك انت عم بتحافظ على صحيح الثقه او الكريديبيلتي في هاي الدوكيومنت، انه هي بتكون متوافقه مع 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 رايك من غير ما يكون في رومرز حواليها او اشاعات انه انا سمعته بده يحكي هيك او بده يعطي فلان شغله يعني او انه يوزعها بطريقه معينه. كلير. ماشي. الشخص الوحيد اللي لازم يعرف انه هو يعني يعرف ايش على الوصيه هو منفذ الوصيه، مش ضروري اجين يعرف انه ايش المضمون فيها، بس لازم يعرف انه هو اسمه ورد في الوصيه كمنفذ للوصيه. اوكي. وهاي اهم نقاط، يعني من النقاط المهمه بالوصيه، انك انت بدك تحدد مين الاكزيكيتور، مين هو منفذ الوصيه، ومين البنفيشرز من الوصيه، مين المنتفعين من الوصيه، واذا عندك اولاد قصر مين الوصي والقيم على الاولاد القصر. ماشي. هدول 3 شغلات رئيسيه تنحط في الدوكيومنت في الويل. وكمان اذا بدك تعطي مثلا جيفت او هدايا معينه او مبلغ معين او بروبرتي معين بالاسم ممكن تحطه. يعني كثير ناس بتيجي بتقول مثلا انا بدي اوزع مبلغ معين لكل شخص والباقي يتوزع على الاذر بنفيشال، شايفني؟ انت بتقدر تحط اللي هو بسموه الديستريبيوشن بلان او الطريقه اللي انت بدك توزع فيها التركيب، شايفني؟ كلير. فهدول الـ3 أجزاء الرئيسيين في الوصية. طبعا في شغلات تانية تنحكى فيها أو تنحط فيها. اللي هو منفذ الوصية والأطفال القُصّر اللي عندك والقائم على رعاية هدول الأطفال. بالضبط، منفذ الوصية والمنتفع من الوصية اللي هو الأط... يعني والقيم والوصي على الأولاد القُصّر في حال إنه عندك أنت أولاد قُصّر. شايف؟ هدول الـ3 نقاط الرئيسية بتنحط في الوصية، بالإضافة لأمور أخرى. يعني مرات في ناس بتعمل تستمنتري تراست او هانسون تراست، في شغلات ثانيه بتنضاف بالوصيه. طبعا هاي تعتمد على الحاله، يعني اللي عنده ديسيبل مثلا ديبندنت بيقدر يعمل شيء بنسميه الهانسون تراست، شايف كيف؟ بحيث انه تكون هاي في تراست معين ينعطى بتخص، يعني هذا خصوص للديسيبل ديبندنت لصاحب الوصيه، شايف كيف؟ للديبندنت تبع الوصيه. طب في سؤال مهم جدا اجانا من احد الاصدقاء، واعتقد هذا اللي هو كان المفروض نبدا فيه، في حال عدم وجود وصية ماذا يحدث في التركة؟ ماذا يحدث في حالة وفاة احد الزوجين، في حالة وفاة كلا الزوجين، وين بيروحوا الاطفال؟ يعني هذا السؤال المهم طبعا. هلا في جزئين. هلا في خطأ شائع انه اذا انت مش عامل وصية الدولة بتاخذ الاملاك او تاخذ 50% من الاملاك. طبعا هذا مش صحيح، شايف كيف؟
او انه بتيجي بتقول لك انه الدوله بتاخذ الاولاد القصر. طبعا هذا كمان حكي مش دقيق. الفكره انه اذا انت مش معين قيم او وصي وصيتك، الدوله هي اللي راح تكون ملزمه انه تعين قيم او وصي، الا اذا حدا من العيله اجا وقال لهم انا بدي اكون وصي على الاولاد ماشي واكون قيم. فالدوله بتشيك، تعمل زي ما تقول تشيك انه هل هو مؤهل، اذا في اور شي از اليجيبل اوكي لتكون او ليكون قيم او وصي على الاولاد. في حال انه شافوه اليجيبل اوكي ساعتها بعينوه هو ليكون قيم او وصي ماشي. في حال ما حدا اجا وطلب، شايف كيف؟ فالدوله هي اللي بتعين، شايف كيف؟ يعني هي اللي بتشوف شخص، بتشوف الباك جراوند تبع الشخص، بتشوف ايش يعني تطلع على امور، على حالته الاجتماعيه، على 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 لغته، على الباك جراوند تبعه، بحاول يلاقوا شخص انه يكون هو وصي وقيم على الولد اللي يتناسب مع يعني مع الوضع الطفل نفسه او وضع القاصر، شايف كيف؟ هاي من ناحيه القاصر. طبعا من ناحيه وهون شغله مهم احكيها، انه يعني لما يكون واحد عنده وصيه بيختصر كل هالامور، يعني ما بيحتاج انه يستنى حدا يجي ويقول انا اللي بدي اكون وصي او قيم، وما بيحتاج انه يعني الاولاد يصير في عندهم وضع انه ما حد مهتم فيهم لحد ما الدوله تعين شخص من عندها، في حال ما اجى حدا من عيلتهم قال انا بدي اكون الوصي او القيم. هلا معلش انا بدي اسال هون في جزئيتين، يعني هو في جزئيه انه توفى احد الزوجين، هل الاملاك بتروح اوتوماتيك للزوج الاخر بدون أوكي. وصيه؟ هلا احنا بنحكي الاملاك كلها على القصر اول شيء، لانه راح ارجع الاملاك. اوكي الاملاك والقصر هم جزئين اعتقد المهمين. بالضبط بالضبط. بالنسبه للديبندنت، ديبندنت تشايلد او الديبندنت تشيلدرن، عرفت علي كيف؟ يعني زي ما حكينا اذا محطوط بالوصيه مين هو الجاردين والكاستوديان، نعم، فهاي بتسهل كثير على الجميع وعلى المحكمه وعلى السلطات انه تعين هذا الشخص. طبعا بحب احكي انه once you nominate a guardian or and custodian and custodian بالوصيه، هذا معناته مش هو معين بشكل مطلق، هو خلال 90 يوم من حاله الوفاه بده هو اللي يروح طبعا يقول للمحكمة أنا معين بموجب الوصية ليأكد تعيينه، وليتأكد المحكمة أنه هو مؤهل وإليجيبل، لأنه إذا في عنده مثلا قضية أخلاقية مثلا، أو كان في شاف أنه هو وضعه ما بيسمح أنه يهتم في الأولاد، فممكن المحكمة كمان ما ترد. بس إذا موجود اسمه بالوصية الأغلب المحكمة راح توافق، لأنه ما حد بحط جاردين أو كاستوديان على أولاد القصر إلا إذا كان واثق أنه هو الشخص المؤهل لأنه يهتم فيهم ماشي. أفضل. هلا بالنسبه للاملاك، بالنسبه للاملاك نفس الشيء، لما يكون في محطوط اسماء البينيفيشيريز فخلص، يعني انت مختصر طريق طويل وشوط طويل في تحديد مين هم المؤهلين لانه ياخذوا التركه او ينتفعوا من التركه. بس في حال انه ما في وصيه ابدا، او الوصيه مش محدده مين البينيفيشيريز، او الوصيه معموله ومش معمول لها ابديت، والبنفيشرز اساسا يعني ممكن يكونوا يعني اختلفوا وتغيروا، موجودين مش موجودين، وات ايفر، عرفت كيف؟ ففي طبعا قانون في اسمه السكسيشن لو ريفورم اكت، محطوط فيه ديستريبيوشن بلان. طبعا هاي الديستريبيوشن بلان تعطي 200 الف للزوج الحي للسيرفايفر سباوس، وبعدين بتوزع الباقي وفقا لتقسيم معين محطوط بالقانون نفسه. انا ممكن دكتور بعثت لك سلايد لإله. Is it this one؟ هو بسموه الانتستسي ريجيم، اوكي سكسيشن لو ريفورم بلان. بالضبط. طبعا هو هذا المعمول بطريقه مبسطه، يعني هو لسه متشعب اكثر، شايف كيف؟ المهم في الموضوع انه بيتم التوزيع، يعني اهم نقطتين، انه في preferential shares للسيرفايفر سباوس، للزوج الحي باخذ اللي هو 200 الف، باقي التركه توزع وفقا لهذا الديستريبيوشن بلان.
هلا في حال انه ما كان في اي شخص منتفع من التركه based on this plan، اخر شيء بتروح للدول. ماشي؟ نعم. هلا اذا بدك تختصر كل هالتوزيع، واذا بدك تختصر كل هالاشكاليات، وبدك توفر في وقت انه ليتم تحديد مين البنفيشيريز وتحديد مين الاكزيكيتور، لانه اذا كمان مش الوصي مش محدد الاكزيكيتور، او محطوط اكزيكيتور وفرضا الاكزيكيتور توفى مش موجود، يعني شايف كيف؟ ف يعني انت هيك زي ما تقول اخرت الموضوع لحد ما تيجي الدوله تعين اكزيكيتور، او يجي حدا منتفع يقول لك لا يا جماعه عينوا اكزيكيتور. ماشي؟ والاكزيكيتور يبدا يعمل تحديد للبنفيشيريز، وبعدين يتم توزيع التركه. فوجود وصيه بوفر كثير من كل هاي الاجراءات، بوفر جهد ومال يعني بـ 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 باختصار. اذا بدون وجود وصيه قد يحدث هناك اشكاليات في توزيع التركه، قد يحدث هناك اشكاليات في تبني الابناء او لمين بدهم يروحوا، وطبعا البنفيشيريز اللي بتحكي عنهم والكاستوديانز، صح؟ اللي هم طبيعي يعني انت لما يكون عندك وصيه خلاص بتكون وصيه، طبعا احنا بنحكي اب تو ديت، يعني مش وصيه متروكه واختلفت الظروف، يعني ظروف الشخص الموجود ده، انه ظروف شخص صاحب الوصيه يعني. فاذا انت عندك ابديتد ويل، شايف كيف؟ اكيد بتكون محدد مين البنفيشيريز، اكيد محدد مين الاكزيكيتور او التراستي اللي راح ينفذ ويكون مسؤول عن تنفيذ الوصيه، وبتكون محدد كمان اذا في قصر مين الجارديان والكاستوديان، ومحدد طريقه التوزيع كمان. طريقه التوزيع شغله مهمه، شايف كيف؟ واذا مكتوبه طبعا بصياغه واضحه خلص الموضوع، يعني بكون نقدر نقول ريليتيفلي سهل، لانه يتم توزيع التركه بالطريقه اللي طلبها صاحب الوصيه. طب هل القاضي بأخذ هذه الوصية بلايندلي يعني، ولا بدرسوها برضه بشوفوا شو فيها إذا فيها شيء مخالف للقانون؟ يعني الأغلب إذا الديستريبيوشن بلان واضح وما في إشكاليات في التفسير، فالمحكمة بتأخذ فيها. يعني ما بتيجي بتغلب، يعني بتيجي بتقول لك لا ما بيصير يوزع بهالطريقة، ما عمر المحكمة بتيجي بتقول للشخص ما بيصير توزع بهالطريقة. يعني ما بتيجي تقول مثلا أنت عندك 3 أولاد معطي ولد ومش معطي ولدين، شايف كيف؟ هذا ما بيصير، لا يمكن تعمله. شايف كيف؟ إذا أنت حاطط صيغة واضحة لطريقة التوزيع، بتتم طريقة التوزيع بالصيغة اللي أنت طالبها، ما دام إنه ما في لبس في الصياغة، المحكمة ما بتتدخل. ولكن في حالات ممكن المحكمة تنظر لإلها، مثل فرضاً يعني في حالة إذا في شخص بسموه dependent support، يعني إذا في أنت بتحاول، إذا في شخص كان معتمد على صاحب الوصية لانه كان يعطيه فرضا لو انه مش ابنه فقط انه ديبندنت، كان انهم هم بعطيه مثلا راتب اعاله، وهذا الراتب الاعاله كان ينعطى بشكل دائم لحد ما توفى صاحب الوصيه. ثبت انه كان ياخذ هاي الاعاله لحد الوفاه. في حال تبين انه بالوصيه مش محطوط له حصه، فرضا ممكن انه يطالب هو. يعني هاي من الشغلات اللي ممكن مش موجودة بشكل دائم، أو مش موجودة يعني بشكل شائع بالحياة، بس موجودة في القانون. فيعني dependent support ممكن يكون هذا dependent يجي طالب يقول لا أنا والله كان هذا الشخص يعينني، أنا مثلا disabled ولا ما بقدر أشتغل، هو كان يعطيني معاش وأنا عايش من هذا المعاش، أوكي، ومش محطوط اسمه بالوصية، ممكن يطالب. يعني ممكن هون المحكمة تتدخل في حال صار في مطالبه ماليه. في شغله ثانيه هي بسموها الايكولايزيشن. الايكولايزيشن مثلا هاي يعني هي اساسا فاميلي لو توبيك. الشخص بالعاده يعني النورمال كيس سيناريو انه الزوج بعطي الزوج الاخر التركه، وبعدين الزوج الاخر بس توفت تتوزع على الاولاد او البنفيشيريز بشكل عام، يعني مش شرط اولاد. في حالات ممكن انه الزوج ما يعطي كل التركه للزوجه، يقول لها لك حصه فرق. ماشي؟ بيجي هون ساعتها المحكمه بدها تنظر في موضوع الايكولايزيشن،
الايكوالايزيشن باختصار ان هم بحسبوا قديش النت وورث تبع الديزيست سباوز، يعني قديش الشخص المتوفي قديش عنده املاك باسمه، وبتشوف قديش في املاك باسم السرفايفر سباوز الزوج الحي عايش. ماشي العايش. هلا اذا التركه تبعت الزوج المتوفي اعلى من التركه تبعت الزوج العايش او الحي، هذا الفرقيه تنقسم على النص. اذا هذا النص اكثر من المبلغ الموصى به للزوج سيرفايفد سباوز، فالسيرفايف سباوز عنده تو تشويسز، ايذر يقول لك انا بدي الايكوالايزيشن اماونت او بدي المبلغ اللي تم التوصيه به الي يعني، او تم توصيته انه اعطائه بموجب الوصيه للزوج الحي ماشي. فهاي الحاله بتصير لما ما تكون التركه رايحه بالكامل للزوج الاخر اوكي، واضح فبيصير موضوع الايكوالايزيشن المحكمه ممكن تنظر فيه هذا الموضوع. واضح واضح. في عندنا شوية أسئلة من المشاهدين، بقول لك كيبيك هل هي نفس الشيء؟ أعتقد أنت كنت تحكي والله عن شوف أنتاريو موصلية. سؤال جيد. احنا في شغله كمان اذا بنفوت تفصيل زياده، في شيء احنا بنقول له يعني مرات نعمل برايمري ويل وسكندري ويل، هاي الطريقه احنا بنستخدمها لنوفر رسوم تنفيذ الوصيه او التاكس المحطوط على تنفيذ الوصيه، بنسميه يعني تعبير شائع اسمه بروبيت فيز ماشي. حسب قوانين مقاطعه كيبك ما في بروبيت فيز على الوصيه، فاذا احنا بيجينا شخص بكون عنده اموال باونتاريو واموال في كيبك، فاحنا بنعمل برايمري ويل وسكندري ويل. السكندري ويل هي للاموال الموجوده في كيبك، والبرايمري ويل للاملاك الاخرى ماشي. وهيك لما بيجي بده يندفع البروبيت فيز بندفع على وصيه واحده، ما بندفع على الوصيتين، لان الوصيه الثانيه راح تتنفذ بكيبك من غير ما يندفع عليه بروبيت فيز. هاي احدى الطرق اللي احنا بنستعملها لنوفر على الكلاينت مبلغ البروبيت فيز اللي لازم يندفع لتنفيذ الوصيه ماشي. هاي هي نقطه، وكثير ناس مثلا بكيبك بيعملوها عند النوتري بابليك او عند محامي، عند النوتري بابليك اكثر من محامي يعني. طب في سؤال بقول لك كيف لو كان الوصي خارج كندا، توفى خارج كندا يعني الموصي، هلا الوصيه هي بتتعلق بالاملاك شايف كيف، فاذا في املاك موجوده في كندا وفي وصيه valid will، فانت بتيجي للمحكمه بتدفع عليها البروبيت فيز وبتنفذها. طبعا لتنفذ الوصيه بدك يكون عندك شهاده وفاه او تثبت شهاده وفاه لصاحب الوصيه، اساس انه الاكزيكيتور يجي ويدفع رسوم البروبيت فيز وينفذها. هل فهي هاي وين الفيز ثابتة ولا هي برسنتج؟ اوكي، الفيز هاي $250 على اول 50,000 من التركه، $15 على كل 1,000 فوق ال 50,000 with no limit شايف كيف؟ اوكي. فمن الشغلات اللي احنا بنطلع عليها دائما كمحامين وكمان كمحاسبين، في استيت بلانرز بتطلعوا على هاي النقاط كمان بحطوا الاستراكشر، بحيث انه نحاول نخفف من قيمه التركه قدر الامكان عشان ننزل من قيمه البروبيت فيز. يعني الاسبوع الماضي لما حكينا على شغله الملكيه العقار، نعم وممكن مش متذكر بس بتخيل حكينا على شغله الجوين تيننسي اونر شيب. يس حكينا. فالجوين تيننسي اونر شيب بين الزوجين فرضا او حتى مش بين الزوجين، بتعطي حق السرفايفر شيب رايت للشريك الحي خلينا نسميه، بحيث انه اذا صارت وفاه لاحد الاطراف الطرف الثاني بملك اوتوماتيكيا ماشي، من غير ما يعني ما بملك استنادا لوصيه او استنادا لاي اجراء قانوني، خلص استنادا للجوين تيننسي اونر شيب او استنادا للسرفايفر شيب رايت الموجود في تحت هذا النوع من الملكيه اوكي. ف يعني واحده من الشغلات نطلع عليها احنا انه بنحاول فرضا العقارات ننقل ملكيتها مش استنادا للوصيه، استنادا للجوين تيننسي اونر شيب فرضا اللي هو هذا او انه بالضبط، او انه ننقل الملكيه في حال حياته للشخص ماشي، اذا بده يعطيها لاولاده يعقبها لاولاده او لحدا ثاني ماشي. ف يعني البروبيت فيز شغله كويس تنشاف وواحد يطلع عليها، خاصة إذا يعني إذا 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 مبلغ التركة كبير. نقطة مهمة مش الكل بعرفها، إنه
البروبيت فيز بنحسب على قيمة التركة من غير ما تنخصم منها أي ديون ومصاريف. يعني هو فقط المورجج هو اللي بينزل من قيمة التركة، بس إذا في ديون أخرى، إذا في التزامات مالية أخرى، إذا في مبالغ ضريبية بدها تندفع أو كذا، ممكن إنه ما بتنحسب عليها. فبصير إنك أنت بدك تخلص كل هاي الأمور، شايف كيف، قبل ما تعمل إحصاء للتركة وكذا إشي. فهاي شغلة يعني، يا فهي شغلة محاسب ومحامي يعني لما تيجي على حسبة البروبيت فيز. يعني في سؤال خارج عن الوصية، بقول لك في حالة الوفاة ماذا بخصوص أموال التقاعد؟ هل يأخذها الزوج مباشرة أم تكون ضمن الميراث؟ ما بعرف إذا بتحب. كمان هذا السؤال كويس. إحنا في يعني أغلب المحامين بيعملوا إشي بنسميه designation clause. يعني أنا لما يكون في عندي pensions RRSP ولا life insurance ولا TFCA account tax free saving account، دائما بكون في شخص اسمه ال beneficiary من هذا الاكونت او من ال insurance policy. اذا هذا الشخص هو الزوج الثاني، الزوج الاخر، بتنتقل الملكيه على الكوست برايس مش على الفير ماركت فاليو، وما بتنحسب من ضمن الاستيت اللي بنحسب عليه البروبيت فيز. فبالنسبه للسؤال، اموال التقاعد او الاموال البنشنز خلينا نسميها بشكل عام والانشورنس، يعني الوصيه بتتضمن كيف طريقه توزيعها، وبنحطها من ضمن الديزيجنيشن كلوز لنحاول انه ننقلها برا الوصيه، ماشي، مش من ضمن، يعني بحيث انه ما تنحسب من ضمن التركه اللي بندفع عليها البروبيت فيز. طبعا هاي الحاله لما تكون النقل من زوج لزوج اخر، بس اذا راح تروح للاولاد، ماشي، الاغلب راح تكون من ضمن التركه، يعني بنسميه احنا within the residue of the estate. كلير. طيب في سؤال بقول لك، في حال توفى كلا الوالدين وكان الاولاد اعمارهم فوق ال 18، هل تذهب التركه تلقائيا للابناء؟ يعني هي بدها تتقسم حسب القانون، Succession Law Reform Act اللي حكينا عنه قبل شوي. بالضبط. وهذا بعطي preferential shares او preferential share للزوجة 200,000، وما تبقى من ذلك يوزع حسب ال distribution plan تبعتها، ما بتروح تلقائيا للأولاد. هلا في نقطة، إذا كلا الوالدين توفى، إذا هلا ما هو مش هيك، إذا توفى كلا الوالدين هي يعني هل توفوا بنفس الوقت ولا بالتتابع؟ بحادث. إذا توفوا بحادث، عرفت علي كيف، يعني كل واحد الأملاك الموجودة باسمه تتوزع حسب distribution plan للأولاد الموجودين، شايف علي كيف. بس يعني إذا في يعني إذا الطرفين أو الزوجين كل الأملاك محطوطة باسمهم سوا، فبيعتبروها ذمة مالية مشتركة طبعا تتوزع على الأولاد. إذا كل واحد حاطط عقار باسمه أو ملكية منفصلة عن الطرف الثاني، راح تكون حسبتين، بس النتيجة طبعا راح تكون واحدة لأنه هي نفس الديستريبيوشن بلان راح تتوزع. أوكي. في سؤال عن الشريعة الإسلامية، احنا كنا نحكي فيه، هل لو كانت الوصية موصى حسب الشريعة الإسلامية، طبعا نحكي في كندا احنا، تمشي عادي ولا في عليها مشاكل؟ هلأ موضوع الوصية الشرعية، طبعا هذا تعبير مجازي انه للوصية الشرعية، موجود في كندا، وفي في في, في احنا بنعمل وصية شرعية. وطبعا زي ما انت بتعرف الحكم الشرعي انه الوصية لغير وارث لا تجوز الا بمقدار الثلث الا اذا تم اجازتها من الورثة، ولا يجوز الوصية لوارث الا اذا تم اجازتها من الورثة. وحقيقة يعني موضوع التوزيع التركة وفقا للشريعة الإسلامية موضوع هو كبير، فأنت صعب تشمل بوصية. ولكن اللي إحنا بنعمله إنه من ضمن الوصية بنحكي إنه يعني بتكون وصية الشخص إنه يتم توزيع التركة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية حسب المذهب السني أو حسب المذهب الشيعي. فإحنا بنحاول إنه نعمل reference، we refer to the Islamic inheritance rules، أو المواريث بالوصية. هلأ أنا كل الجماعة اللي بيجوا مثلا بيحكوني بدنا نعمل وصية شرعية، أنا بعطيهم نصيحة،
وبتركها لإلهم يعني طبعا القرار بالنهاية، إنه أنت إذا بدك تعملها فقط تعمل إنه ريفرنس لأحكام الشريعة الإسلامية وتسكت، ممكن أنت تخسر ميزات اللي هي نقل الملكية للطرف الآخر على الكوست برايس مش على الفير ماركت فاليو. يعني إذا واحد عنده أسهم بالسوق المالي وقيمتها جدا عالية، شراها مثلا ب 1000 دولار، ويوم الوفاة وصل قيمتها خلينا نقول مليون، شايف كيف؟ ولا بدناش يعني مبلغ كبير خلينا نقول. فإذا بدها تنتقل وتتوزع لغير الزوج الحي، بدها تنتقل على قيمتها السوقية في تاريخ الوفاة أو اليوم الذي يسبق تاريخ الوفاة إذا بدنا نكون دقيقين، ماشي؟ فبيتم التوزيع على هاي القيمة. ممكن بعد 6 أشهر أسعار الأسهم تنزل، صح. بس اوريدي صار مدفوع الكابيتال جين وصار مدفوع عليها وانحسبت التركه وفقا للفير ماركت فاليو. لو بتروح للزوج على الكوست برايس، ماشي، بتروح من غير ما يندفع الكابيتال جين عليها. بالتالي اذا انعملت وصيه 100% وفقا للشريعه الاسلاميه، هذا الادفانتج ممكن ما يكون. فانا دائما بحكي للزوجين لما يجوا، ما دام انت رغبتك توزع وفقا للشريعه ورغبة الزوج الآخر إنه كمان يوزع ثمن الشريعة، اعملوا اللي بنسميه الرول أوفر أو البيكويث من زوج للزوج الآخر، والزوج العايش هو بوزعها حسب ذمته. يعني خلص هو بينه وبين ربه، يعني إذا ما وزع وفقا للشريعة فهي شغلة عليه يعني. أوكي، فأنا دائما يعني بحكي للشخص إنه فكر فيها إذا في إمكانية تعملها بالطريقة. في ناس ممكن توافق، في ناس يقول لك لا انا ما عندي مشكله بنعملها زي الشريعه، وبنعملها بالحالتين. يعني يا بنعمل انه شغله انه فرضا للزوج الاخر، وفي حال وفاه الزوجين توزع وفقا للشريعه على الابناء والاذر فاميلي ممبر هو ار اليجيبل، ماشي، لانه ياخذ التركه. او انه ممكن ما نختصر هذا الجزء الفوق انه تروح للزوج، بنحكي دائما انه توزع وفقا للشريعه الاسلاميه مباشره. اوكي، وساعتها ممكن يكون في إشكاليات ضريبية أو ما ينتفع من الـ advantages اللي معطيه تحت الضريبة. By the way, tax عليها tax التركة؟ أوكي، هلأ التركة فعليا أنت لما تجيك مبلغ من التركة البنفشري ما بدفع عليه income tax. أوكي. بس القانون بكندا إنه يوم الوفاة تعتبر، أو حتى اليوم الذي يسبق يوم الوفاة، يعتبر كأنه صاحب الوصية باع أملاكه على الفير ماركت فاليو لليوم الذي يسبق يوم الوفاة، على السعر السوقي للتركة في اليوم الذي يسبق يوم الوفاة. وهذا لازم يتقدم بالفاينل ريتيرن، الفاينل تاكس ريتيرن تبع المتوفي، ماشي، ويندفع عليها تاكس. أوكي. من تركة الشخص يعني، مش من البنفيشري، البنفيشري ما بدفع. اوكي، ويعني وهي يعني اللي بعطي فيها تفسير اكثر، ممكن المحاسبين هم بيعرفوا او التاكس بروفيشنالز، ماشي، هم بيعرفوا كيف يحسبوا التركه ويدفعوا عليها الفاينل تاكس يعني او التيرمينال تاكس. طب في سؤال بيقول لك، هل تتعارض الوصيه مع القانون الكندي، اي انه في حال وفاه احد الزوجين فان الطرف الاخر ياخذ كل الاملاك؟ ما بعرف فهمت السؤال انت، انا لا، مش هم كثير. بحاول أقرأ مرة ثانية. هل تتعارض الوصية مع القانون الكندي؟ أنا في حال وفاة أحد الزوجين فإن الطرف الآخر يأخذ كل الأملاك. يعني إذا لا، إحنا طبعا في مبدأ الذمة المالية المشتركة موجود في under common law، وبشكل عام طبعا هي مفترضة إنه الـ ownership between يعني بين الزوجين هي زي ما حكينا joint tenancy ownership، مش تنسي ان كومون. فاذا الملكيه هي جوينت تنسي، فنرجع نحكي السيرفايفر شيب رايت موجود، والملكيه لا تنتقل بموجب هذا الحق، وهذا يعني موجود في القانون الكندي، فهو لا ما بتعرض. اوكي، في سؤال مهم جدا، اعتقد هذا من الاسئله اللي يعني انا كنت حاب محضرها، بقول لك في حال وفاه الوالدين لا سمح الله، وجود أطفال قُصّر، كيف يتم معرفة أن هناك وصية؟ مين الاكزيكتور؟ الإكزيكتورز؟ في شخص أنت بتحدده
اللي هو مفروض يكون عنده علم انك عامل وصية موجودة عند المحامي الفلاني، صحيح؟ يا زي ما حكينا اول، انه انت وصيتك ما حد له يعني يفضل انك ما تعطي مضمونها لاي حدا، ولكن عليك انك تخبر المنفذ الوصيه، اوكي، انه انت اسمك ورد في وصيتي على اساس انك تكون منفذ وصيه. نعم، بالعاده ما حد بحط طرف يعني كمنفذ للوصيه الا بكون ماخذ اذنه، شايف كيف؟ وصديق جيد أو صديق او قريب او شخص يعني مؤتمن، شايف كيف؟ على اساس انه هو يقوم بتنفيذ الوصيه. وبعدين يعني شيء طبيعي انه افراد العيله يعرفوا انه هذا الشخص عنده وصيه. وبرجع باكد، مش معناته انه يعرف شو بالوصيه، عنده وصيه غير انه يعرفوا شو في مضمون الوصيه. ممتاز. ماشي؟ وفي ناس بتحكيها، يعني بالنهايه هي مش السيكريتس، يعني مش مصيبه كثير اذا تخبرت، بس يفضل جدا انه ما يتخبر على اساس للاسباب اللي حكيتها قبل. في سؤال سألته كتير، بقول لك أنا بدي أوصي إنه أولادي يروحوا مثلا على الأردن، يقعدوا عند أخوي لا سمح الله في وفاة كلا الوالدين، هل يمكن كتابة ذلك في الوصية ولا هذا بينك وبين الموصي؟ لا، يعني هل بنحطها ممكن as a wish. بتوصي مثلا أنا أخوي مش كندي أردني، هل بقدر أوصي إنه ابني يروح في حضانة أخوي في الأردن؟ يعني هي خلينا احنا كيف بنحطها بطريقة انه it is my wish مش my will. في فرق بين wish و will تقريبا. الوش غير إلزامية على الاكزيكيتور، شايف كيف؟ فالويل إلزامية على الاكزيكيتور، يعني الويل اللي هي الوصية، الوش هي الرغبة فقط. ماشي؟ فاحنا في الدوكيمنت تبع الوصية، في الوثيقة نكتب انه it is my wish انه اذا الجارديان والكاستودن كاستوديان بده يعيش برا كندا، انه يتم السماح للاولاد to relocate outside Canada, to be relocated outside Canada، انه على اساس انه يطلعوا يعيشوا برا كندا. بس الاغلب ما بنحط انه الجارديان ملزم انه ياخذ الاولاد ويروح يوديهم لفلان الفلاني ليعيشوا معه في مثلا في الاردن او بفلسطين او بمصر او whatever، لبنان، سوريا، اي بلد ببلادنا يعني. ماشي؟ هلا ما بنحطه بهالطريقه، بس بنحطه از وش انه اذا الجارديان بده ياخذهم برا كندا فمسموح له انه ياخذه برا كندا. بريسيدنس، انا ما اطلعت على اي بريسيدنس وما على علمي في بريسيدنس بهذا الموضوع. ما اتخيل انه يكون في اشكاليه اذا ما في خلاف على حضانه الاولاد. Sounds good. يعني اذا في خلاف على حضانه الاولاد اختلفت الصوره. هلا شغله ممكن ان احنا ما حكيناها باول اللقاء، انه الاكزيكيتور يفضل انه يكون موجود قريب، مثلا اذا انت عايش في اوتاوا يكون في اوتاوا، اذا عايش مثلا او باونتاريو بشكل عام، بحيث او انه الاكزيكيتور قادر انه يجي. ما يعني اذا انت حطيت واحد اخ لإلك او قريب لإلك اكزيكيتور وهو اساسا ما بيقدر ياخذ فيزا ويجي على كندا، فكيف بده يكون يجي وينفذ الوصيه؟ اوكي، فانت لازم تختار شخص يعني قادر انه يكون موجود او انه يحضر بشكل يعني سريع نسبيا، او انه موجود في كندا. طبعا في يعني اذا مش موجود في كندا دائما بيقول لك يفضل انه يكون عايش في الكومن ويلث كونتريز، لان هم عندهم كمان كومن لو سيستم، فبتلاقي القوانين متشابهه. اوكي، اذا حطيت شخص مثلا جارديان هو مش كندي او مش من الكومن ويلث سيستم، مرات المحكمه تطلب انه هذا الشخص يحط كفاله بنكيه او كفاله ماليه في المحكمه، بوند. فاحنا مرات لما نعرف انه هذا الشخص مش كندي او مش من الكومن ويلث مره ثانيه، نكتب كمان it is my wish انه المحكمه ما تفرض عليه يحط بوند معين. اوكي، بيرفكت. فبس بتكون as a wish كمان مش as a will، عرفت كيف؟ هذا المحكمه بتقرر فيها. طبعا هذا السؤال ردينا عليه، هل الأموال الوصية خاضعة لضريبة الدخل؟ ممكن تراجعوا الفيديو. بعدين سؤال، هل يلزم تصديق الوصية عند المحامي أم يكفي توقيع الشهود فقط حتى تكون قانونية؟ أعتقد برضو هذا في بداية الحديث، يمكن الأخ ما دخل معنا، هي غير ملزمة ولكن المحامي بيساعدك انها تكون ضمن القانون و... بالضبط، طيب هي فالد مجرد توقيع شهادتين عليها، بس شغلة الكريديبيليتي، شغلة وضوح الوصية، هاي شغلة تانية.
صحيح. طيب في الوصية هل لازم أضع كل ممتلكاتي، يعني لازم أحكي كل قطع الأراضي اللي عندي وكل الممتلكات وحسابات البنك، وحتى أنا يمكن ذكرتها مرة أنا وياك البيتكوينز والعملة الرقمية اللي هي ما حد عارف عنها وينها، فهل فعلا لازم أحكي كل هذا الشيء ولا ما في داعي؟ لا، احنا الوصيه ما بنذكر فيها الاملاك، يعني ما بنعد الاملاك، انه شو رقم حساب عندك وقديش عندك مبلغ وكم عقار عندك. احنا بنحكيها بشكل عام جنرال ويل. بتكون الحاله الوحيده اللي بنذكر فيها عقار معين او شيء معين، يعني مبلغ معين، اذا كان بده ينعطى خاص ناس لشخص يعني محدد، يعني بحيث انه مثلا بيجي بيحكي انا بدي اعطي 50,000 دولار ولا 100,000 دولار ولا 500,000 دولار من التركة للشركة الفلانية، لجمعية خيرية، أو إنه بدي أعطي مبلغ لصديق والباقي يوزع على الأذر بنفيشري. فإذا أنت بدك، أو مثلا في ناس بتيجي بتقول لك مثلا أنا بدي أعطي المنزل لابني الكبير، وبدي أعطي الكوتج لابني الصغير، أو بدي أعطي الفارم لبنتي او الهاوس لبنتي والفارم لابني، شايف كيف؟ اذا بدك توزعها بهاي الطريقه، ففعلا انت بدك تكون حاكي ايش هو العقار او ايش هو الشيء اللي بدك انت، او المبلغ المالي او السهم الشيرز او البيتكوينز. اذا انت حكيت مثلا جبسيت البيتكوين، بدك تكون ذاكرها بالاسم جوا الوصيه. ولكن اذا انت ما بدك تعطي هذا النوع من الهبه او الجيفت، هي ما بنقدرش نحكيه هبه يعني الوصيه، شايف كيف؟ انك if you don't want to gift it يعني بالاسم لشخص معين، انت لا بتحكيها بشكل عام. عرفت كيف؟ لانه الملكيه ممكن تختلف، يعني ممكن يكون عندك عقار اليوم، بكره يكون عندك عقارين، بعده يكون عندك ولا عقار، بعده يرجع عندك 4 عقارات، ما بتعرف. نفس الشيء حساب البنك، يعني بزيد بنقص، فانت ما بتقدر تحدد الملكيه بالاسم فيها. هلا طب هلا انا لو واحد، شخصيا، عفوا، واحد انا يتوفى شخصيا كيف بده يعرفوا الورثة شو أملاكه؟ يعني هذا سؤال مهم. سلمت امك. انا بقول لك، انا شخصيا شو دائما بحكي للكلاينتس عندي، انت بالانفلوب او بالظرف اللي حاطط فيه الوصيه، خلي عندك ورقه اكتب فيها الاملاك، يعني رقم حساب البنك اللي عندك، العقارات اللي عندك، شايف كيف؟ كمان يعني احنا امهاتنا وزوجاتنا واخواتنا يعني بيحبوا الحلي، مرات بيحبوا انهم مثلا يعطوا قطعه معينه لفلان او لجهه معينه، فبنقول يعني بنقول لهم انه انتم اكتبوا ايش في عندكم شغلات، مثلا بيرسونال ارنمنت او مثلا ساعه معينه او قلم معين، اكتبهم على ورقه خارجيه، على ورقه خارجيه، شايف علي كيف؟ واذا بدك تكتب مثلا انه مثلا تروح لفلان من البينيفيشرز، تروح لفلان، اعملها، ممكن تحطها وسميها ويش ليست، يعني مش ويل، ويش ليست، وحذاري انك توقعها، ما توقعها، لانه بنرجع على مبدا الهولوجراف ويل اللي هي تنكتب بخط الايد وتتوقع، شايف كيف؟ فاحنا ما بدنا يصير في لبس في الموضوع انه اي وصيه هي المطبق، فبالتالي انت بتكتب ويش ليست، سميها ويش ليست، بتحط فيها هاي المعلومات، ماشي، وبتعمل لها ابديتد انت ما بدك، ولكن هي مش وصيه، هي ويش ليست، وما تتوقع، وكثير مهم انه ما حد ما يتم توقيعها، يعني عرفت كيف؟ واضح واضح. طيب في سؤال عم بنسأل الآن، أنا كتبت وصية وبعد 3 4 سنوات بدي أعمل عليها أبديت أو بدي ألغيها. إذا أنا كاتبها في البيت ببزعها وانتهى، بس إذا أنا كاتبها عند محامي، هل بقدر أغير في الوصية؟ هل بقدر ألغيها بأي وقت؟ طبيعي انت ممكن تكتب يا انه انت تنزعها فرضا، بس كمان ممكن تكتب ريفوكيشن، شايف كيف؟ بتكتب وثيقه من صفحه واحده انه انا اي ريفوك ماي ويل. طبعا هاي مش شغله دارجه، مش شغله يعني فيري كومون. الشغله الاعتياديه انه انت لما تعمل ابديت للوصيه تبعتك بالوصيه الجديده بتحكي انه انا اي ريفوك اول ماي بريفيوس ويلز، ماشي؟ فانت لما تلغي الوصيه القديمه تلغيها في الوقت اللي انت بتكتب فيه وصيه جديده، ماشي؟ اوكي. فهذه هي النقطه. وكمان على فكره احنا ما حكينا على الباور اوف اتورنيز، كمان الباور اوف اتورنيز بنعمله بنفس الطريقه، لما تكتب توكيل جديد بتعمل ريفيكيشن للتوكيل القديم، والباور اوف اتورنيز اللي بنكتبه بالعاده مع الوصيه هم باور اوف اتورني فور بيرسونال كير، هي اللي بتهتم بالامور الشخصيه،
او الامور الصحيه للصاحب للبرنسبل خلينا نسميه، وفي باور اوف اتورني فور بروبرتيز تتعلق في الامور الماليه. والباور اوف اتورنيز هذول يعني هم اساسا بيتم استعمالهم في حياه الشخص صاحب الوصيه، لانه الوصيه لا تعتبر مفعله الا عند حدوث الوفاه. فقبل ذلك بيكون التصرف تبع الاكزيكيتور او الوكيل بناء على الباور اوف اتورنيز. طب معلش بدي تعيد لي النقطة هاي، إنه هل أنا لازم أعمل power of attorney زائد الوصية ولا لازم؟ أنا ما فهمتها شوي. الوضع الطبيعي انه ينعمل باور اوف اتورني اوكي او تو باورز اوف اتورني مع كل وصيه. ليش؟ لانه الوصيه هي فعليا الوثيقه اللي بتحكم طريقه توزيع التركه، وبتعين المسؤول عن الديبندنت تشايلد اوكي في حال وقوع الوفاه، يعني صار في وفاه. نعم. هلا في حال ما صار وفاه، فرضا لا سمح الله واحد دخل بكوما، شايف كيف؟ وهاي الكومة ممكن تطول تروح لأشهر. مين بده يهتم في الأمور المالية للشخص؟ مين بده يهتم بالأمور الصحية؟ شو دواء تعطيه؟ شو كذا بده يعمل؟ هو شو كان يعمل؟ يعني حتى في تعبير دارج على الباور اوف اتورني فور بيرسونال كير بسموها الليفينج ويل، يعني هي اوكي. الوصية اللي تطبق في حياة الشخص. يكون على الـ على الـ على الاتورني او على الوكيل انه يكون يعرف من العيلة ايش الشخص هذا اللي بكوما او بظرف صحي، انه فرضا معه الزهايمر مثلا او كذا، ايش كان يحب يعمل وايش كانت رغباته، ماشي، وايش كان بيقرر لو هو عايش. عرفت كيف؟ طبعا في قانون للهيلث كمان بيقرر في امور رئيسيه، بس في شغلات كمان مع اعطيت للاتورني انه يقرر فيها، ماشي. وكمان بالنسبه للامور الماليه في الباور اوف اتورني فور بروبرتيز كمان هذا بده يتصرف فيه، يعني بالامور الماليه للشخص. وكمان الباور اوف اتورني فور بروبرتيز ممكن تتصرف يعني بالامور الماليه سواء الشخص في كامل القوى العقليه او بكامل اهليته، او في حال كانت اهليته ناقصه. شايف كيف؟ يعني فرضا انه هو كامل القوى الاهليه بس مش موجود مثلا، فرضا هاي احنا في فتره بانديميك، اذا واحد مثلا برا كندا ومش قادر يوصل، اذا عنده باور اوف اتورني يقدر. للطرف الاخر ممكن الطرف الاخر يجي ياخذ الباور اوف اتورني من مكتب المحامي او ياخذ نوتراس كوبي ويتصرف بموجبها. شايف كيف؟ وفي نقطه مهمه، لانه جامعاتنا بتخاف، يعني هو باور اوف اتورني فور بروبرتي هو تقريبا توكيل عام، في بلادنا توكيل عام شغله خطره. هون كمان مش انه شغله خطره، هو يعني فعلا انت الاتورني بيقدر يمثل البرنسبل بكل شيء، بس في بالاندر كومن لو شيء اسمه الفوديشيري ديوتي. الفوديشيري ديوتي هاي معناتها انه انت بدك تغلب حتى مصلحتك الشخصيه، تغلب مصلحه الوكيل الموكل على مصلحتك الشخصيه. اوكي. شايف كيف؟ وفي بلادنا كمان يعني حتى تحت القوانين الموجوده في بلادنا انت لا يجوز انك تتصرف بالتوكيل لمصلحتك الشخصيه. وهو نفس الشيء، انت ما بتقدر تتصرف مصلحتك الشخصيه الا اذا انت ماخذ اوثرايزيشن من صاحب التوكيل. فهمت عليك. يعني هذا هلا في سؤال انسأل كثير في موضوع الويل، هل بدخل عملية الدفن ونقل الجثة و ام مش داخل الويل هذا؟ يعني انا لا، شفت واحد في ناس بتحطها، بس هاي كمان تندرج مش ويل، اتس ويش. اوكي. كمان القانون ما بعتبرها ويل. وعمليا الناس يعني سمعناها من كذا حالة، الناس تتذكر انه تفتح الوصيه بعد ما تتم مراسم الجنازه ومراسم الدفن. فكثير مرات بتصير انه هذا السبب انه بعد المحكمه تعتبرها اتس ويش نوت ا ويل. انه بيجي بتطلع مثلا بيفتح الوصيه بقول اف الزلمه كان موصي انه مثلا يكون الدفن بطريقه معينه او في مكان معين او باسلوب معين. شايف كيف؟ وبس بتكون شافوها بعد ما تم كل شيء، كل الاجراءات هاي. فبالتالي هي اتس ويش يعني، وانا ما بفضل انه تنحط بالوصيه. اذا واحد بده اياها مثلا ممكن يحكي يمرق الخبر للمقربين وخلص ويمشي على هالطريقه. في سؤال من هبه بقول لك، هل اهلا وسهلا فيك هبه مره ثانيه، هل ممكن يكون الوصي من غير الاقارب يعني صديق، وهل طبعا لازم يكون كندي الجنسيه
لأولاد كنديين، إذا أولادها كنديين لازم يكون الموصي له الكندي ولا مش شرط؟ اوكي، هلا اتوقع هو السؤال، هل يكون الوصي ولا من غير الاقارب، وهل لازم يكون كندي الجنسيه؟ أعتقد الموصى إليه قصدها، الموصى اليه، يعني هو المقصود منفذ الوصيه منفذ الوصية. او البنفيشري بركن. منفذ الوصيه يكون من غير الاقارب، نعم يصير تحط اي شخص مؤتمن. هل لازم يكون كندي الجنسيه؟ يفضل انه يكون كندي الجنسيه او من الكومنولث كونتريز، وانه يقدر يجي على كندا. هذا اذا كان أو مع إقامة دائمة أو بي آر يعني. او مع الاقامه الدائمه، يعتبر يا كندي هو تقريبا يعني حسب أوكي. القانون. ماشي. لاولاد كنديين، هلا هل يكون كندي جنسيه لاولاد كنديين؟ يا اذا الوصي طبعا بده، يعني ممكن والله السؤال صح انه الوصي يكون فعل، يعني اي شخص عنده ملكيه في كندا ممكن يكتب وصية. خلينا نحطها بهالطريقة، أنت مش لازم تكون كندي لتكتب وصية. ماشي. فأي شخص فوق ال 18 سنة، شايف كيف، بيقدر يكتب وصيته حتى لو ما كان كندي. ويعني أنا أتوقع أنا فهمت يعني سؤال أختي، بقى هي قصدي إنه مثلا إذا واحد عنده أولاد كنديين وهو مش كندي، يا إذا كتبت الوصية بيمشي الحال، بيمشي الحال. طيب، انا يعني بدي اسال اخر سؤال، يمكن يكون لانه الوقت عم بداهمنا، اللي هو موضوع التكلفه الماديه عند المحامين. كل محامي انا عارف كل مكتب له طريقته وله مبلغه، بس تتراوح من كم لكم؟ يعني بدنا نحكي الافرج من مثلا 200 ل 1000 ل 10000 يعني. والله شوف، صعب صعب نجاوب على هذا السؤال، لأنه يعني فعلا زي ما أنت قلت كل مكتب محاماة له تسعيرته الخاصة. كمان في شغلة بتعتمد على الوصية، يعني إذا أنت بدك تكتب جنرال ويل لزوجين، احنا نسميهم ميرور ويلز، أوكي، للسباوزز، شايف كيف، غير لما بدك تكتب برايمري وسكندري ويل، غير لما بدك تكتب ويل فيها تستمنتري تراست وهانسن تراست، شايف كيف، غير لما بدك تكتب ويل فيها تفاصيل تتعلق انه كيف طريقه توزيع التركي، اعطي فيها جيفتس، يعني يو ار جيفتنج يور بروبرتي، يعني عم بتسمي الاملاك يعني بالاسم، يعني عندك ست سبع بيوت كل بيت عم تحكي لمين بده يروح، شايف كيف، مور لانه هذا ديتيلز بس يا بالضبط مور ديتيلز، يعني ما هذا بس، يعني انا بقدر اقول لك مثلا ممكن تحكي انه من 500 400 وطالع، يعني مش راح يكون اقل من هيك، اوكي مش راح يكون اقل من هيك، بس طب يعني صعب تقول في تسعيره معينه. اوكي، طبعا مكتب المحاماه عندكم بيسوي هذا الشيء اكيد، اكيد. عشان هيك انا موجود فيه. اوكي، اذا في حدا حابب برضه يسوي هذه الوصيه ويحكي مع واحد عربي بحيث انه يتفهم كل المواضيع، مواضيع الدين والامور الشخصيه وحتى الاموال اللي موجوده في دولنا، لانه برضه هاي لازم تدخل، يعني يكون له واحد جنرال نولج انه في له اموال خارج كندا، هل لازم طبعا يكتب وصيه غاد؟ يعني أنا مثلا عندي قطعة أرض في الأردن، هل لازم أكتب وصية في الأردن ولا نفس يعني الوصية ممكن تمشي في كندا؟ لا، الوصية الموجودة في كندا most likely مش راح تطبق في الأردن ولا في بلادنا العربية. ماشي. لأنه يعني معظم بلادنا العربية يعني إذا بدك تطبق يعني وصية لازم تكون موافقة للنظام العام والآداب العامة. ماشي. وتعريف النظام العام إنه تكون متوافقة مع القوانين الموجودة في البلد، المرعية في البلد. والقوانين المرعية في البلد عندنا هي قوانين تستند على الشريعة الإسلامية والنابليون كود والسيفل لو، شايف كيف؟ فبالتالي احتمالية إنه تتطبق أنا برأيي ضعيفة جدا. أنا يعني عندي حالة إنه صارت إنه واحد عنده وصية من أستراليا حاول يطبقها بلبنان وما مشيت، ماشي، المحاكم ما اعترفت فيها. أنا في سابقة اشتغلتها يعني بهذا الموضوع، شايف علي كيف، أو كنت مطلع عليها مش اشتغلتها.
فإذا عندك أموال خارج الأفضل تسوي برضه في هذيك الدولة، صحيح؟ وفقا أو لقانون تطب الدولة. أو يا وفق. يعني في بلادنا ما في كتير مشكلة، لأنه تقريبا يعني الشغلة يعني مبينة كيف بدها تكون، يعني بدها تكون وفقا للشريعة. هلا إذا في شخص بده يوزع بطريقة أخرى ممكن يحط الوصية، وفي حال إجازة الورثة لهذا الموضوع بيمشي الحال. شايف كيف؟ طبعا إذا وصيت بأكثر بحدود الثلث لغير وريث يجوز، إذا وصيت بأكثر من الثلث لغير وريث تتطلب موافقة الورثة أو الإجازة من الورثة. كيف عليك؟ اوكي هذا في طبعا اعتقد سؤال هبه الان شوي توضح انه الوصي الذي سيكون وصي على الاولاد، يعني كاستوديانز قصدهم بعد وفاه اوكي الوالدين، هل ممكن اوكي انه ما يكون كندي؟ صحيح. يعني هو ممكن ما يكون كندي، بس المحكمة بالأغلب تطلب إنه يحط كفالة مالية، اوكي، إنه يحط بوند في البنك. واحنا عشان هيك لما يكون الجارديان والكاستوديان اللي هو القيم على الاولاد بنسميه، او الوصي على الاولاد، انه يكون اذا مش كندي او مش من ضمن الكومنولث كونتريز، احنا بنحكي it is my wish انه ما يدفع البوند. شايف كيف؟ بنكتبها كصيغه بالوصيه، بس هاي كمان مره ثانيه هاي it is not a will it is a wish. شايف علي كيف؟ مكتوبه بهالوثيقه، المحكمه قد تجيزها قد لا تجيزها. طبعا يعني من الشغلات اللي لما كنا نتناقش قبل 8 9 اشهر انا والاستاذ اسامه عن موضوع الوصيه، ذكر لي شغله صراحه يمكن فعلا ما بتخطر على بال حدا، انه الولد اللي موجود في الرحم لسه ما ولد، الناس اللي ما بتكتب وصيه، فهاي الامور القانونيه عشان هيك قديش بيحكوا انه لازم تسويها، او مش لازم، عم نحكي من المفضل انك تسويها عند واحد اخصائي محامي بيعرف كيف يكتب لك النص القانوني وبفهم التبعات تبعت هذا النص القانوني عشان تتنفذ وما تغلب اللي بعدك، يعني مش بقول لك والله ترك لنا تركي وترك لنا وراها مشاكل. مشاكل. طبعا صحيح. انا يعني بعتذر على إطالة الأسئلة، لكن بعطيك آخر دقيقة أو دقيقتين بتحب تحكي أي شيء فيهم للجمهور وعشان ننهي. يعني أنا اللي بحب أحكي للأطراف إنه ما تأخر الوصية. يعني وقت ما يصير في عندك أولاد قصة وربنا يوفقك ويصير عندك ملكية، يعني عندك عقارات وعندك أملاك، ف يعني كثير كويس إنه يكون عندك وصية، وكويس انك انت تعمل ابديت للوصيه كل 5 ل7 سنوات، تضلك تراجع الوصيه. والله يعطيكم طولة العمر. يعني آمين. هاي الشغله اللي انا دائما بحكيها مع الكلاينتس عندنا، انه لما احنا نحكي في موضوع الوصيه، انت ما يعني ما تعيش الدور، او ما يعني خذها بشكل موضوعي قدر الامكان، وما تفترض انه كل شيء بده ينحكى راح يصير. يعني احنا كمان هلا استدركنا الوقت، احنا في كمان شغله اكثر نقطه بتضايق الناس نناقشها، بنسميها الكومون ديزاستر كلوز. اذا لا سمح الله صار حادث لكل العائله والبنفيشريز مش موجودين وصاحب الوصيه مش موجود، شو بده يعمل بالتركه؟ هذا دائما احنا بنحطه كمان من ضمن الوصيه، في حالات كثير بنطلب انه نحطها، انه انت تحط اسماء لاشخاص يعني هم يكونوا سكند لاير او سكند ليفل، لكنه في حال اول بنفيشرز مش موجودين مين لمين تروح. فاحنا يعني دائما نحكي انه هذا مثلا الشرط ما بتحقق كثير، يعني نسبه انه يصير ممكن 5% ل 10%، بس كثير مرات من يعني كويس انه ينحط. فاي واحد بقرر يعمل وصيه ما يقيسها انه لما يحط الشيء يعني او الحدث السيء خلينا نسميه، او الغير صار، ما واحد يقول انه خلاص راح يصير. يعني هي فقط انت بدك تفكر في الموضوع بشكل موضوعي، وتفكر الموضوع بشكل عقلاني، والله يعطي الكل طول العمر. يعني مش معناته اذا واحد كتب وصيه يعني انه هو وضعه محرج او وضعه في خطر او انه هم بفول على حاله، هاي الشغلات ابدا مش صح. اوكي
أكيد أكيد، يعني هذا الشيء، يعني بدي أحكي إنه المعلومات اللي حكيت لنا إياها، يعني حتى هاي الكومن ديزاستر هاي معلومة جديدة يمكن كثير ما بفكروا فيها، وممكن تصير. يعني طالعين رحلة صار حادث لا سمح الله، طب لمين راح تروح الأموال؟ أكيد هاي الأسئلة مهمة. أنا على كل حال حطيت اللينك تبع الأستاذ أسامة ومكتب المحاماة اللي بيشتغل فيه، إذا حابين تتواصلوا معهم. بشكر الأستاذ أسامة على سعة صدره لإجابة جميع الأسئلة اللي كانت سواء من قبلي أو من قبل المشاهدين. مرة تانية بشكر جميع من كان معنا، حضر هذا البث مباشر أو سيحضره مسجل. أخذنا من وقتك أستاذ أسامة كثير، أو هاي ثاني مرة بتزورنا، وإن شاء الله ضلنا على تواصل. إذا في شيء بيطلبوه الناس، شيء قانوني، إن شاء الله بنقدر نستضيفك مرة ثانية. بشكركم جميعا، بذكركم اليوم في لقاءين راح يكونوا معنا، في الآن بعد حوالي 20 دقيقة راح يكون معنا بث مباشر لقراءة من القرآن الكريم ثم أذان المغرب بتوقيت مدينة أوتوا وضواحيها، والساعة 10 راح يكون عندنا لقاء مميز عن الأسر المنتجة وطريقة إيجاد حلول لعمل بزنس، خاصة إحنا داخلين على طريقة جديدة وعلى وقت جديد. فكونوا معنا الساعة 10 إن شاء الله، ونراكم على خير إن شاء الله. أهلاً.